انطفأت إشارة المرور في ألمانيا، تلك الكلمة الدالة على الائتلاف الحاكم الذي كان يتكون من 3 أحزاب انسحب الحزب الليبرالي منها بعد خلافات اقتصادية مع المستشار أولاف شولتز، لتدخل البلاد الآن في حالة من الفوضى السياسية ستمتد حتى إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية نهاية شهر شباط. خلال جلسة البرلمان التي كان التوتر ومنذ لحظاتها الأولى سيد الموقف، بدأ المستشار الألماني أولاف شولتز خطابه طالبا من المعارضة التعاون في تشريع عدة قوانين لفقدان حكومته أغلبية الأصوات بعد انسحاب الحزب الليبرالي منها، ومشيرا إلى موعد الانتخابات القادم. لقد أكدت على إجراء انتخابات في ألمانيا قريبا بعد طرح مسألة الثقة من قبل المستشار، وأنا فرح لأن الكتل الحزبية الديمقراطية في البرلمان قد توصلوا إلى اتفاق لإجراء الانتخابات بشكل سريع ومنظم لكي يتمكن المواطنون قريبا من الانتخاب. الموعد هو نهاية شهر شباط وأنا ممتن جدا لذلك. أقوى أحزاب المعارضة المتمثل بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمرشح لتشكيل الحكومة القادمة رفض عرض المستشار في التعاون. يجب علينا تخفيض الضرائب للشركات والعوائل، يجب علينا التدخل سريعا في سياسة الطاقة والاقتصاد، حيث لم تقل كلمة واحدة في بيان حكومتك حول هذه القضية. لقد شرعنا قانونا يوم أمس في كتلتنا حول هذا الأمر، نود إنهاء الاعتماد على طاقة الشمس والرياح وعلى السيارات الكهربائية والتدفئة بالمضخات الحرارية، نود بدلا من ذلك التوجه نحو سياسة تمتاز بالانفتاح في مجال الطاقة والمواصلات. الخضر يودون إظهار أنفسهم على أنهم كفء لقيادة الأحزاب بسياسة تمتاز بالمسؤولية تجاه ألمانيا وأوروبا. أزمة المناخ هي أكبر تهديد للعالم، لذلك جوابنا رداً على الأمريكيين الذين يقولون أمريكا أولاً لن يكون ألمانيا أولاً، بل سيكون أوروبا موحدة وألمانيا قوية فيها وقادرة على القيادة وتولي المسؤولية. مشوار تشكيل الحكومة القادمة لن يكون سهلاً أمام الأحزاب المتصدرة، وذلك بسبب الاستقطاب الموجود حالياً وصعوبة تشكيل الحكومة من حزب واحد أو حزبين في وقت أصبح مطلوباً من ألمانيا قيادة ملفات معقدة كالحرب في أوكرانيا. ولحين إعلان الحكومة القادمة ستكون ألمانيا مشلولة سياسياً بشكل شبه كامل. من ألمانيا دشات حاجي لقناة اليوم.